مفتوح وسائل التواصل الاجتماعي، وهادشي خرج من المستشارين من الشمالينا بان التسعير ب6 دراهم. ولكن حنا اليوم في مؤسسة التعاون الوطني المتعاون بين الجماعات المميزين ناقشوا موضوع التسعيره، ما طلبناش الموضوع ب6 دراهم. لان ملي تنفهموا بان التسعيره دابا انتشرت وجميع المواطنين تيقول كلشي نهار من 1 مارس غادي يدي 6 درهم باش يميزها وتخرج ليه التذكره، هادشي اللي عنده دابا في المفهوم تاعو. هادي ما تعيدها حتى شي واحد، وهذه غتخلق لنا مشكل، لان اليوم اللي جينا نداو في هذه النقطه ما لقيناش التسعيره ب6 درهم، لقينا التسعيره بان تناقشوا واحد التسعيره اللي كانت سابقه تاع الثمن طرامواي. حنا ما نحددوهاش شحال هي نفس التسعيره اللي بقات، هي اللي غادا تكون ان شاء الله، هي اللي غادا تكون. دونك هنا كاين واحد الخط وكاين واحد الشبه، وهذه كاين واحد المشكل باش نخرجوا نوضحوها قبل، بان التسعيره المصادقه على دابا هي التسعيره اللي كانت سابقه، هي اللي كاينه مع بعض. كاين واحد المقترح اخرين تاع انخراطات وهذا نناقش، ولكن الامتياز اللي جبناه دابا الجديد هو انه هاد التسعيره اللي كانت الاضافه فيها هو ان المواطن غادي يستافد من الرفض في الباص ويمجن، هذه اضافه يعني واحد بحال واحد ربع الثمن التذكره اللي كانت سابقه غادي يتنقص عليه، غادي تنقص وكي ماشي غادي تنقص عليه مادي ولا شي حاجه. المهم التسعيره غتبقى هي هذيك غير الاضافه اللي كاينه، المواطن غيستافد بربع التذكره، الربع التذكره السابقه غادي يستافد فيها. هذا اللي خاصنا التوضيح في المستقبل، من هنا لواحد ما خاص يوصل للسيستم الوظيفي.